وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الحمد لله أيها الأحبة الكرام على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مرحبا بكم في برنامجكم أحلامنا الجميلة، فعالم الأحلام عالم عجيب غريب يحير العقول والأذهان. عالم الأحلام تكلم عنه القرآن الكريم والسنة النبوية من كلام محمد عليه الصلاة والسلام. وتعودنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم عن نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أو عن المبشرون بالجنة، كذلك في هذه الحلقات المتتالية إن كان لنا في العمر بقية سأتكلم عن النساء الصالحات القانتات الذاكرات. وحديثنا اليوم عن رؤية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. رؤية السيدة عائشة الذي يراها في المنام من الأشياء الجميلة العظيمة الخيرة النيرة. رؤية السيدة عائشة في المنام رضي الله عنها وأرضاها الذي يراها في المنام يبين على الصلاح والعفاف ويبين على الطاعة لله رب العالمين. الذي يرى السيدة عائشة في المنام يدلل على قدوم خير، سواء هذا الخير في الدين أو في الدنيا. الذي يرى السيدة عائشة في المنام يبين على صفة العلم. العلم معنا الأستاذ صباح والاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذة صباح. سلام. تفضلي. ليا رؤية. تفضلي. أنا ابني الكبير شاف رؤية لأخته. تمام. دي سقطت مرتين قبل كده. نعم. وهي حاليا حامل يعني. شاف إن هي في بتنشر الغسيل في سبب صغير وقع منها. تمام. نزل يجيبه قابلني وأنا جاي من الشغل ومعايا شنط، يعني هو عادة لما بيقابلني بياخد الشنط يطلعها فوق. تمام. خد الشنط طلعها فوق. ونزل تاني يجيب السبت اللي وقع لقى جنبيه سبت كبير. تمام. راح جايبهم هما الاثنين ومطلعهم. تمام. ادي اول رؤية. ممكن اقول رؤية تانية؟ اتفضلي. الرؤية التانية شفت واحدة زميلتي في الشغل جايبة ابنها الصغير معاها. ابنها دوت وعنده 11 سنة بس لقيته في الرؤية يمكن 4 سنين 5 كده. تمام. وطالب يشرب، اديته كوباية مية ورحت مديالها كمية فلوس ما عدتهمش يعني ورق. تمام. وقلت لها بديهم للولاد. تمام. دي الرؤية الثانية. حفظت. اسمع حضرتك بقى من التلفزيون. تبرين امر يا فندم. الله يخليك. اولا موضوع السبب في الرؤية الاولى، الرؤية تبين ربنا سيمن على البنت بالولد. الشيء الثاني موضوع الغسيل انه يقع او ما شابه ذلك وما ذكر، دي رسالة للبنت ان هي ما تطلعش اسرار البيت او في اشياء معينة ربنا من الله بها عليها ما طلعهاش لاحد. يعني هي طلعت حامل ما تقولش لحد ان انا حامل، لان ممكن يكون البنت يقع عليها نوع من انواع الحسد الشديد. في الرؤيه الثانيه موضوع الولد وما ذكر وما قيل يدلل على قدوم نوع من انواع الخير الى هذا الولد. دي مضمون الرؤيه والله اعلم. كذلك رؤية السيدة عائشة في المنام
الذي يرى السيدة عائشة يبين على صفة العلم بأن الله جل وعلا سيمن على من يرى عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحقيقة بصفة العلم، سواء هذا العلم كان في علم الدين أو علم الدنيا، ولكن هذا العلم سيكون علما نافعا، لأن أسأل الله جل وعلا هناك ناس يتعلمون العلم وهذا العلم لم يكن نافع لمن يتعلم ولا لغيره، بل ده بعض الأحيان يكون هذا العلم الذي يتعلمه فيه سم للناس غير صالح، لأنه تعلم العلم على غير أسس وقواعد صحيحة. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يعلمنا جميعا ويفهمنا جميعا مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام وما يقوله خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. الذي يرى السيدة عائشة في المنام سيحفظه الله جل وعلا من الفتن، وسيحفظه الله جل وعلا من المكر ومن الخديعة. الذي يرى السيدة عائشة في المنام يدلل على الرفع والسمو والعلو. الذي يرى السيدة عائشة في المنام لو كانت آنسة سيمن الله جل وعلا عليها بزوج صالح، ولو شاب رأى السيدة عائشة سيمن الله جل وعلا عليه بزوجة صالحة. فرؤية السيدة عائشة كلها خير وكلها فلاح وكلها صلاح، وبعد ذلك ينطبق على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي. السيدة عائشة روت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك حديث يتكلم على علم الرؤى والأحلام. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة تسأل النبي في تفسير رؤية. كانت هذه المرأة حامل معاد أم عبد الله. أيوة اتفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فندم أنا كنت شفت رؤية. اتفضلي. إن أنا بشتري ذهب. تمام. ذهب بس ذهب فيه. نعم. وقال لي يعني اللي هم كانوا بيبيعوا دولت كانوا زمايلي في المدرسة وأنا صغيرة وأنا في ابتدائي وكده يعني. تمام. بنت يعني فاكرة البنت ديت كانت اسمها ياسمين عشري. تمام. انا اشتريت منها سلسلة وفيها فيها فيها كده يعني سلسلة في قطعتين. تمام. في قطعة من السلسلة اسمرت كده او لونها غمق كده مبقتش حلوة. تمام. واشتريت خاتم منها برضو بس الخاتم ده قطعتين. تمام. وما انا جيت اقول لها تاني السلسلة مش حلوة بس انا عايزه حلق. نعم. اشتريت منها حلق برضو تاني بس تاني مره بقى. بقول لها ايه، بقول لها بس لو طلع مش حلو هرجعه لك. تمام. قالت لي ما قالت لي لا يعني ما وافقتش اللي هي ترجعه تاني لو هو طلع مش حلو زي الاولاني زي السلسله. بس يعني ما خدتش منها موافقه يعني، بس قلت لها لا انا هرجعه لك لو طلع مش حلو انا هرجعه لك. يا ام عبد الله. نعم. انت معاك كام من الاولاد؟ معايا ولدين. ربنا سيمن عليك بالثالث ان شاء الله، ربنا يحيكك بالحمل وهتجيبي ولد ثالث.
ما شاء الله. كذلك دي رسالة من ربنا، ربنا سيزول عنك بلاء وحيزول عنك خلافات موضوع الذهب. كلمة ياسمين إن ربنا هيجعل لك راحة وسعادة في الأيام القادمة. أسأل الله جل وعلا لك التيسير والله أعلم. فالمرأة ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام. معنا مين؟ معنا أم إيمان، بعد كده من الحديث عن السيدة عائشة. تفضلي يا أم إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شفت رؤية الأولانية إن أنا بردع ولد اسمه يوسف. تمام. وده ابن صاحبتي. تمام. وبعدين أمه فرحانة إن أنا بردعه. نعم. وبعدين ابنها ده في الحقيقة أنا كنت ناسية إن هو نجار، بس شفته في المنام برضك إن هو نجار وبيطلع مسامير من خشب. تمام. وبعدين أنا مسمار دخل في صباعي. تمام. بقول له طلحولي، قال لي طيب هطلحولك بس بطريقة إيه، بحاجة كده بحيث تجيبه من تحت لفوق. قلت له لا، اسحبه سحب علشان أنا ما توجعش. تمام. سحبه سحب وصحيت على كده. وفي رؤية تاني لو سمحت. انت معاك مشاكل اول يا ام ايمان؟ معاك خلافات مع حد؟ هو كانت مع الجيران. تمام، كملوا الرؤية التانية. الرؤية التانية اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ان انا شفت ان انا في مكان مليان سمك كتير. تمام. وبعدين طلعت زي مكان كده بسلم خشب، زي سلم الصعيد كده. تمام. في طبقة تاني. وبعدين الست دي بتبيع سمك كتير، قلت له الشقة اللي احنا هناخدها مع الست دي، والست دي اسمها ام اسراء برغم ان هي مش في الحقيقة ان اسمها ام اسراء، ده مع ناس تاني. وبعدين بقول له جوزي ان هو اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، ان هو الشقة معاها قعدت تقول وسمك كتير كتير قوي. وبعدين بتقول لي ما تنفعش الكلام هنا، ما ينفعش الكلام هنا، بقى تعالي لبيتي. وانا بقول له طب في سمك بوري ها نشتري منه، قال لي لا احنا عايزين نشتري من السمك التاني. قلت له انا السمك التاني ده ما اعرفهوش. قال لي جوزي راح قال لي انا بقول لك نشتري من السمك ده، قلت له انا السمك ده ما اعرفوش، انا بعرف السمك البوري. تمام. وبعدين قال لي طب تعال ننزل السلم الخشب، كان خطوتين كان سلمين متباعدين عن بعض. تمام. نزلنا وقال لي لازم تشتري من السمك ده، رحت قلت له حابه اشتره بس ولو اني ما اعرفهوش، بس وانتهت الرؤيه. ابصرك ان شاء الله يا ام ايمان. الف شكر. السلام عليكم. اولا في الرؤيه الاولى يا ام ايمان موضوع الرضاعه، هسمعك من التليفون. حاضر تمرين امر. اولا موضوع الرضاعه يدل على نقاء وصفاء وطهاره القلب، ان قلب طيب جدا، ويدل على زياده لك في امور الخير. كلمه يوسف عليه السلام سيعافيك الله جل وعلا من اشياء كثيره جدا متعدده، كما عافى الله جل وعلا سيدنا يوسف عليه السلام من المكر ومن الخديعة. موضوع المسمار وما شابه ذلك، إن ربنا سبحانه وتعالى سيزيل عنك أشياء معينة، يعني لا تتحملها الجبال، في أشياء معينة لا تتحملها الجبال الله جل وعلا سيزولها عنك. كذلك في الرؤية الثانية ما ذكر وما قيل يدل ان ربنا سبحانه وتعالى سيحقق لك امر من الامور انت تريديه، انت عاوز حاجه طالب حاجه ربنا سيعطيها الله جل وعلا لك والله اعلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام راحت وذهبت اليه امراه وسالته عن رؤيه، فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام سيرجع زوجك وتلدين ابنا صالحا، جوزك حيرجع من التجارة وانت حتجيبي ولد صالح. فجاءت هذه المرأة بعد فترة من الزمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت نفس الرؤية، وكانت حامل وزوجها كان في المدينة تاجر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نفس التفسير سيرجع الزوج وتلدين ابنا صالحا. في المرة الثالثة جاءت هذه المرأة وفعلا كانت حامل وكان زوجها كان في المدينة،
ولكن لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لقيتش حضرة النبي، فوجد السيدة عائشة، والسيدة عائشة أصرت تعرف ماذا تريد هذه المرأة. معانا أم يوسف. عليكم يا شيخ. اتفضلي يا أم يوسف. بقول لحضرتك أنا حلمت خير إن أنا كنت في مكان زي مكان تخليص ورق بس معيش ورق. تمام. فبشتكي للموظف بقول له حكاية إن في بيته عليه مشكلة كنا شاريينه. فالمهم الموظف ده جه اتنين ستات قعدوا جنبنا، لقيت الموظف ده بيقول لي اما يوسف ما عثمان كان معايا امبارح، انا ما اعرفش عثمان. تمام. فالمهم الراجل ده ناس جنبي قعدوا ادوا له هدوم لبنته، فالراجل اتحرك بس لقيت واحده ست وقام ومشي. رحت انا سبت المكان ودخلت حجره تانية. تمام. على اساس بكلم محامي في المشكله وبحكي له المشكله ما فادنيش. تمام. رحت نزلت لقيت نفسي نازله في ساحه من على سلالم وجيب قصيره ورجلي ابيض من جسمي ونازله على كراتيف الاصابع ونازله حافيه زي ساحه محكمه. تمام. وفوق واحد بيبص على رجلي. لما نزلت في الارض حطيت الصندل وحاولت البسه وانا بشيل ورق لقيت السفحه، خدت السفحه ومشيت. تمام. رحت المكان البيت اللي عليه المشكله فلقيته مبني بس بدورهم بنا مش حلو، فدخلت اشوف في ايه، طلعت للدور الثاني بصيت من طاقه ونزلت، وانا طالعه واحدة قابلتني من على الباب بتقول لي انت جاية هنا لمين؟ انت جاية هنا لاخويا عامله علاقة معايا؟ قلت لها لا انا ما اعرفوش. فخدتها ورحت لاخوها ده في دكان بقول له انا اعرفك، تحلف على المصحف ان انا اعرفك في بينا حاجة؟ فقال لي انت كمان تحلفي. راح جابوا علبة كده، واحد صاحبه جاب علبة، انا صممت ان ما احلفش الا لما اشوف ايه جوه العلبة، فتحت العلبة لقيت فيها بيض واكل ومش عارفة ايه، قلت له ايه ده؟ فالمهم لقيت اخت الست اللي معاها المشكلة، فبقول لها شايفة اختك مش عايزة تخلص لنا الورق؟ قالت لي ما انتوا خدتوا ارض. قلت لها والله. فببص بفتح ايدي لقيت مصحف صغير، قلت لها اقسم بحق هذا الكتاب احنا ما خدنا ارض من ورا البيت. فالمهم قلت لها اختك فين؟ قالت لي فوق. ناديت عليها لقيت البلكونه وحشه، المهم هي نزلت فبتقول لي انت بقى خدي بالك انت تحاسبي على النور. قلت لها بس انزلي عشان اخلص الموضوع. لقيتها نزلت فبتقول لي والده ومعاها ولد، قلت لها انت جبتي ولد اسمر اكيد زي ابوه. فلقيتها بتتكلم معايا ونامت على ظهرها في الارض. يا ام يوسف انت في حد اصلا في الحقيقه ظلمك في الحقيقه؟ كتير يا شيخ. خلاص هفسرك ان شاء الله يا ام يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعينا من التلفزيون ان شاء الله. الله. لان الرؤيه تبين ان في ظلم وقع عليكي، وفي بلاء شديد جدا وقع عليكي، وفي افتراء كذب وقع عليكي. ودي رساله إلى كل إنسان مسلم، إياكم والظلم. الظلم ظلمات، الظلم لا يجوز في شريعة الإسلام. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اتقي دعوة المظلوم ولو من غير إنسان مسلم، يعني شرعا لا يجوز تظلم إنسان مسلم، ولو انسان غير مسلم انت ظلمته ودعا عليك الله جل وعلا سينتقم شر الانتقام. فان شاء الله فاصل ونواصل معكم باذن الله. مرحبا بكم ايها الاحبه الكرام مره ثانيه. ورد الينا عدد كبير جدا من الايميلات، معظمها من دول الخليج، وهم زعلانين جدا من يقولوا فلت الشيخ انك انت مش بتقول الايميلات بتاعتنا، فنحن هنقول بعض الايميلات سريعا بقدر المستطاع. رايت نار في المطبخ واحاول اطفاء هذه النار ولكن لم اقدر عليها. نور اليمن، النار دائما تكون فتنه ودائما تكون بلاء ودائما تكون هم وغم وتعب ومرض ومشاكل وخلافات وقيسي على هذا المنوال. أسأل الله جل وعلا إن ربنا يفرج عنك الهموم ويسل لك الأمور ويدل إن الحمل عليك ثقيل جدا، أنت لا تستطيعين أن تفعلي شيء لأنك أنت لا تستطيعي أن تطفئي هذه النار. أسأل الله جل وعلا ربنا يحفظك من المكر ومن الخديعة. رأيت المطر ينزل غزيرا وكنت واقفة في البلكونة
وأدعو الله جل وعلا أن يكرمني ويعطيني الذرية الصالحة إيمان البحرين. ما رأيته في المنام سيجعله الله جل وعلا لك في الحقيقة، إن ربنا سبحانه وتعالى سيمن عليك بالذرية الصالحة، لأن الدعاء دائما في المنام يكون مقبول. معنا الأستاذة شيماء. لو سمحت حضرتك يا سيدنا الشيخ، انا شفت في حلمت يعني ان انا كنت تعبانه بالجن والكلام ده كله، تمام. فحلمت يعني امبارح ان انا تعبت تاني ورحت جابوا لي شيخ غير اللي هو كان معالجني يعني وكده، وبعدين قعدت تعبت قدامه بس مش حاسه ان هو كان نفس التعب، وكان حواليا ناس كتير قوي يعني، كان ناس كتير وانا عارفاهم وجيراني وكل الناس دي، وقعدت اصوت واتعب قدامه، وفي الاخر ما كلمنيش ولا عمل لي اي حاجه، وبعدين راح سايبني وماشي، تمام. وبس وانا صحيت من الحلم على كده، ومن ساعتها انا تعبانه يعني. ما هو دي اصلا يا شباب نكد. اسال الله جل وعلا ان ربنا يبعد ويزيل عنك البلاء. ولكن يا شباب مش اي واحد يقول لك عندك سحر او عندك عمل او عندك اعمال او محسحور لك او عامل لك كتاب، صدقي هذا الكلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وضع لنا العلاج، ان نحن نبتعد عن البدع وعن الخرافات وعن الاباطيل وعن امور الشعوذة، وان نتعامل مع هذه الامور بحكمة وحنكة وخبرة. يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى ان الانسان يقرأ سورة الفاتحة، ودي سهلة جدا، اقرأي اول خمس ايات من سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يقرأ آية الكرسي لن يقربه جان، لن يقربه شيطان أبدا. فدي رسالة إن الإنسان يكون مع ربنا بأقل القليل، بأقل القليل. لو اجتمع عالم الجن وعالم الإنس على العبد المسلم المؤمن الذي يحافظ على بعض الأذكار القليلة جدا السلسة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يصيبه أي أذى أو أي مكروه قط. ودي رسالة إلى كل أمة النبي عليه الصلاة والسلام. حاليا ما نشوف مشاكل الدنيا يا جماعة، واحد واقف في المطبخ كده يوقع طبق من يديها تقول معمول لعمل معمول لسحر، واحد جاله شوية برد يقول أنا معمول لعمل ومعمول لسحر، واحد حصل خلاف بينه وبين مراته يقول انا بعمل لي عمل ومعمول لي سحر. والجماعه اصحاب البدع واصحاب الخرافات والاباطيل يعني، نسال الله جل وعلا ان ربنا يرفع البلاء عن جميع الامه، والله اعلم. رايت الجمل يعانقني وانا كنت مندهشه امل العراق. واذا شفت الجمل إن الجمل يعانقها، ما هذه الرؤية العجيبة الغريبة؟ الرؤية تبين إن ربنا سيمن عليك بزوج، بفتى. أستاذ في الرومانسية يتكلم بالكلام الطيب الكلام الجميل الكلام المعسول. معانا الأستاذة إيمان، تواصل معانا إن شاء الله يا أستاذة إيمان. الكلام الطيب الكلام الجميل الكلام المعسول، الكلام اللي هو أصلا أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة المشاكل كثيرة ليه والخلاف كثيرة ليه؟ لأن جميع الأمة في غفلة عن كلام النبي. ده النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب. معنا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم أحمد. لو سمحت معايا رؤيتين. اتفضلي يا أم أحمد. شفت الأولى، شفت نفسي اللي أنا ماشية في الشارع ولبست كوبايتين في رجلي، كوبايتين إزاز، ومشيت بيهم. تمام. دي رؤية. التانية ممكن أقولها؟ اتفضلي. شفت والدي، هو والدي متوفي. عليه رحمة الله. شفت ان هو قاعد على نص شارع معاه عربيه خشب كده وبيبيع تفاح، تمام، والتفاح اخضر ومقطعه طرنشات، فبقول له ليه يا بابا قطعته؟ قال لي عشان انت تدوقيه.
راح مديني حته كلتها جميله قوي. تمام. بعدين بصيت لقيت شاب جه، انا شايفه نفسي ان انا ايه يعني شابه صغيره. نعم. شفت شاب جه قعد تقريبا هيشتري من بابا حاجه كده. فراح لما قعد اتكلم مع بابايا، بعدين راح مديني حلمه جرجير. تمام. وهو بيدهاني لقيت فيهم دود اتنين كده لفين، دود الاخضر ده. فبقول له ده فيهم دود، راح اخدهم لقيت نفسي بقى في مكان تاني، راح اخد الدود ده ورميه. تمام. بصيت قلت له لا دول خمسه، لقيت اتنين تاني لفين نفسهم كده مدور وواحده فارده نفسها. فمسكتهم انا بكيس، اخدتهم في ايدي وخدت اللي هي المفروضه دي ملكها من فوق، فجسمي اشعر قوي، بقيت اضحك واقول له انا مش مستحمله امسكها. تمام. راحت سقطت في من ايدي في الارض. راح هو انا شفت يعني في خيالي قوي، شفت الجزمه السوداء اللي هو لابسها راح مموتها بيها. تمام. بعدين لقيت نفسي واقفه قدام زي مدرسه زي حاجه كده فيها ناس كتير، وواحد بيبص عليا، راح هو اخدني ووقفني ورا ظهره كده وصحيت من النوم. هفسرك ان شاء الله يا حجه. اولا في الرؤيه الاولى في الحلم الاول دي ارغاص واحلام لا تفسير ولا تاويل له. الرؤيه الثانيه موضوع التفاح يدل ان الوالد في مكانه طيبه، مكانه جميله عظيمه، ونوع من انواع الرزق لك انت. موضوع الدود دي رساله لك من الله جل وعلا انك انت تحافظي على قراءه يعني سوره المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، دي رسالة من الله جل وعلا انك انت تحافظي على الصورتين دول. معنا مين؟ معنا ام عبد الرحمن. عبد الرحمن اتفضلي. ايوه يا شيخ، كنت عندي رؤية بس قاعدة في الصخر. اتفضلي ام عبد الرحمن، انت قايمة من النوم ولا ايه؟ اتفضلي. كنت انا مسافرة، انا يعني في الرؤية شفت الرؤية اللي انا هسافر يعني، بس انا ما بسافرش لوحدي في الاصل يعني. تمام. وبقول لزوجي هقدر اسافر وهروح بيت ابويا وكده، هقدر اسافر يعني اروح اشوف اهلي وكده. تمام. وبعدين انا بتخيل ان انا في وانا ماشيه شفت رحت المكان اللي هو جامعه القاهره فوق خالص، طلعت فوق خالص وعلى السلالم، وبعدين معايا كرتونه ميه ومعايا الاولاد ومعايا شنطه الهدوم، وانا بسال واحده ممرضه لابسه ابيض. تمام. بقول لها ازاي اركب الجيزه وكده، اركب مثلا المواصلات وكده، قالت لي انزلي تحت واركبي تاكسي. تمام. رحت انا ببص للسلم، لقيت السلم مليان ميه كتير. تمام. بقول لها ازاي انزل كده، قالت لي استني الميه هتنشف وانزلي. تمام. بعدين رحت حبه حبه كده لقيت الميه بتنشف شويه بشويه. في حيتنا ام عبد الرحمن، بس هفسرك ان شاء الله. شفت رؤيه كمان اللي انا بوزن نفسي، لقيت نفسي 50 كيلو. تمام. هفسرك ان شاء الله ام عبد الرحمن. اولا في الرؤيه الاولى مضمون الرؤيه في موضوع السفر، النبي عليه الصلاه والسلام يقول سافروا تغنموا اياتي اليكم الخير، فنوع من انواع الخير. الرؤيه الثانيه والله نسيتيني يا ام عبد الرحمن، ولكن انا حافظ التفسير بتاعها. ايوه موضوع الخسانك انت خسيتي. الرؤيه تبين ان ربنا حيرتب لك الامور وحيظبط لك الامور، ودي رساله من ربنا ولكل واحد ان هو يمشي بتقنين معين في الترتيب الغذائي. دي مضمون الرؤية الأولى والثانية والله أعلم. كنا منقول يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب في أحاديث كثيرة جدا متعددة، ولكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام أباح الكذب على الزوجة في الحب. ده من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك تلاطف وتلاعب وتداعب المرأة بكلام طيب جميل عظيم، بكلام معسول. معنا الأستاذ رضا. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رضا، اتفضلي. ممكن أقول لحضرتك رؤية شفتها؟ تأمري أمر، اتفضلي. أمري لله. هو بس أنا يعني شفت أنا وبنتي
ان انا في مكان، المكان ده كان قديم يعني، فانا عماله اقنص واروق فيه ونضفته تماما. بعد كده لقيت زي صف حنفيات كده، وبعدين بقول لها بصي يا دينا الحنفيات ديت ده حطينا يعني، ذكرت المؤاخذة اسم المواشي يسقوها بدل ما يحلوها وهو في مكانها. المهم لقيت شاب جاي، فبعدين بيقول انتوا بتعملوا ايه هنا؟ قلت له احنا مأجرين المكان ده من والدك وبننضفه. فانا خليته زي الفل انا وبنتي. بعد كده هو بقول لها بصي الارض مش مظبوطه، الكنبه هنحطها تبقى معوجه هنا او هنا. بعدين لقيت راجل كبير جاي تاني بيقول لي انتوا بتعملوا ايه هنا؟ قلت له كل شويه واحد يجي يسالنا، انا مأجرين المكان ده من ابن حضرتك. تمام. فراح جاي قال لي ايه. فالمهم يعني هو بنتي شده، فبنتي جايه بترد عليه، رحت مسكته بقها وقلت لها لا ده راجل كبير ما ترديش عليه. فقلت له يا عم الله يسامحك. فخد بعضه ومشي. فاحنا ماشيين انا رجعت تاني المكان ده اهوت. بعد كده لقيت المكان ده عليه شجرتين كبار ففيهم طرح. فانا اخدت، فبنتي بتقولي يعني ايه انت اي حاجه هتاكلها خلاص؟ طلع هو لو ما فادنيش مش هيضرني. فاكلته لقيته مشمش. مشمش او مشمش دوت يعني مسكر. فاكلت، هي ما اكلتش معايا منه. فاخدته بعدين وماشيين تاني، قلت لها لا لا استنى انا هروح اجيب حبه منه. فاخدت حبه، جيت بقطع تاني لقيته اخضر قوي، بس كلته لقيته مسكر. تمام. بس هفسر يعني هاخد حبه لاختك. هفسرك ان شاء الله يا استاذ رضا. اولا موضوع المواشي، موضوع الحنفيات وما ذكر، ربنا حافظك من التخلف، وربنا سيحفظك من عدم الفهم. وما اكثر هذه الامور عند كثير من الناس في هذه الايام. كذلك موضوع هذا الرجل وما قلتيه وما قصتيه يدل ان ربنا من عليك انت والبنت بحسن الاخلاق. معانا الاستاذة شيماء. ايوه حضرتك، انا كنت مكلمه حضرتك يا حضره الشيخ. تؤمري؟ انا كنت مكلمه حضرتك عن الحل بتاع السحر والكلام ده. تمام. انا ما فهمتش حضرتك، انا ما عرفتش اسمعك معلش. انا كنت تعبانه من حوالي سنتين ونص او اكتر، وتعالجت يعني من حاجه زي دي. فما حلمت امبارح بحاجه زي دي، فانا معلش عايز اعرف بس معناته ايه، او ان انا مثلا في حاجه فعلا بعد كده او الكلام ده. معلش انا مش فاهم حاجه منك يا شيماء. نعم. انا مش فاهم حاجه منك. انا حلمت امبارح ان انا كنت تعبانه بالسحر، وكان معمول لي عمل يعني. خلينا في الرؤيه يا شيماء، خلينا في الرؤيه. خلاص ماشي. انا كنت حلمت امبارح ان انا كنت تعبانه تاني، وراحوا جابوا لي برضه شيخ غير ان انا اللي انا اتعالجت بيه. تمام. وكان حواليا ناس كتير وجيران وكلام ناس يعرفهم يعني. افتكرتك يا شيماء وافتكرت الرؤيه بتاعتك. خلاص ماشي. تمري امر. اولا انا قلت لك يا شيماء انك انت تعاني من نكد، وتعاني من بلاء، وتعاني من هم وغم، اللي هو انت اصلا موجوده فيه، اللي هو الوضع الحالي. وقلت لك يا استاذه شيماء عليك الحذر، الحذر، لا تلجئي لاصحاب البدع ولا الخرافات ولا الاباطيل. عليك انك انت تلجئي لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، وتحصين نفسك بالأذكار، وتحصين نفسك بالمعوذتين، وقراءة آية الكرسي. الذي يقرأ آية الكرسي ربنا يحفظه من جميع أهل الجن ومن أهل الإنس ومن المكر ومن الخديعة ومن كل مكروه ومن كل سوء. الذي يقرأ آية الكرسي في الحقيقة، أسأل الله جل وعلا إن ربنا يرفع البلاء عن جميع الأمة الإسلامية، وأسأل الله جل وعلا إن ربنا يجعل بلادنا، بلاد مصر، بلاد الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال. تعودنا أن نتكلم أيها الأحبة الكرام في كل حلقة عن اسم من الأسماء الطيبة الجميلة، سواء كان من أصحاب النبي أو من الأنبياء أو من نساء الصالحات. فإن شاء الله إذا كان لنا في العمر بقية، يوم السبت القادم إن شاء الله سيتكلم عن رؤية السيدة مريم العذراء في علم الرؤى والأحلام. فانتظرونا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.